عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إذا دخلت الخلاء بدون حذاء هل ينتقض وضوئي، مع العلم أنه يوجد لدي حذاء وأدخل الخلاء لأني محتاج إلى المغسلة، فما الحكم في هذا الأمر؟ يا أخي، الوضوء ما ينتقض إلا بالنواقض المعروفة، النواقض الثمانية المعروفة. وأما دخولك في الحمام بلا حذاء أو أصابك نجاسة في ثوبك أو في بدنك، هذا لا ينقض وضوءك، إنما يجب عليك إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. وإنما لبس النعال لدخول الخلاء هذا مأمور به، لأنه فيه توقي للنجاسة وفيه صيانة للرجل، لكن أنه ينتقض وضوءك لا، ما ينتقض وضوءك إلا بالنواقض الثمانية المعروفة. نعم.